ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم سيكا من سنغلطة. النهاردة هنبتدي في المحاضرة السادسة اللي هي بتاعة التست، الجزء التاني منها. ماشي. هو الجزء الاولاني اتاخد في محاضرة اللي هو كان من 1 لحد صفحة 42، وبعد كده خدنا اللي هو بقى من 43 لحد 62. تمام. فنبتدي بأول حاجة، هي صغيرة مش كتيرة يعني، صغننة كده. طيب، هي بتتكلم، المحاضرة بتتكلم عن التست. ماشي. فنكمل بقى انواعه. طيب، عندي حاجة اسمها الانتجريشن تيست، بيقول لي ايه؟ هنا بيبدأ يشوف الموديل مع بعضها، لما بعمل كونكشن بيشتغلوا ازاي مع بعض، السب سيستمز بتاعتي بتحقق الفانكشنال ريكويرمنت ولا لا. بعد كده بيقول لي ان في الانتجريشن تيست هو بيشتغل بالبلاك بوكس تيست، لانه بيتأكد من البرامتر انها فاليد وكده، دي بتبقى احسن يعني. الانتجريشن بيستخدم البلاك. تمام. طب يجي يعرفني بعد كده، بيقلبش ليه؟ يجي يعرفني بعد كده البلاك بوكس تيست. بيقولي ايه هي بقى؟ طيب البلاك بوكس تيستنج بيقولي هي بتتعامل معاها من خلال الانترفيس، البارامتر والاوتبوت بيجي منها، بيبتدي يشوف الكوميونيكيشن بينهم ازاي، بيبتدي يتاكد ان الفانكشن شغاله صح، بيبتدي يتاكد برضو ان الاوتبوت طالع صح. كل ده بيتم على الانتجريشن من غير ما ابص على الاستراكشر اللي مستخدماه. تمام. ماشي. برضو بيجي هنا بيقولي في السلايدز ديت، هتكلم على البيهيفير بتاعه، بيقول لي ان البلاك مش احسن من الوايت، لا الاتنين بيكملوا بعض. ماشي. وبيقول لي ان البلاك بيبتدي يدور على الايرور في الحاجات، زي مثلا ايه؟ زي الانترفيس، بيبتدي يشوف فيها ايرور ولا لا، بيشوف الداتا ستراكشر فيها ايرور ولا لا، بيشوف الاكسترنال داتابيس، بيشوف البرفورمانس، كل ده بيشوف فيهم ايرور ولا لا، وبيبتدي برضو يدور على الانكوركت والميسنج فانكشن. ماشي. كده خلصنا بلاك بوكس تيست. نيجي في الحته اللي بعدها، بيتكلم لي عن السيستم تيست. بيقول لي بقى ايه؟ بيقول ان دلوقتي السيستم كان متقسم على حتت كده، والحته دي احنا جمعناها اللي هو حته الانتجريشن، احنا جمعناهم وكده. فبيبتدي بقى يجمعوا الكومبوننت بتاعه السيستم ديت ويعملوا عليها تيست على كل السيستم بعد ما اتعمل له انتجريشن. تمام. يبقى بيتعمل له حاجتين بقى هنا، بيعمل له تيست انتجريشن وتيست فاليديشن. ماشي. ماشي. دي حتة السيستم تيست. بعد كده يبتدي يتكلم لي على الريليز تيستنج. ريليز تيست فيها جواها حاجات، يعني هي حاجة وهو حاجات. ايه بقى هي ريليز تيستنج؟ بيقول لي بيبدأ يسلم ريليز عشان خاطر يقدروا يعملوا تيست عليه، بيبصوا على السيستم، يعملوا تشيك على الريكويرمنت، هل هي دي المطلوبة، وهل الفانكشن بتبص البرامتر صح، عشان هو ده اللي هيبتدي يتسلم لليوزر. طيب، نخش بعد كده في حتة الريكويرمنت مالها بقى. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا ان الريكويرمنت لازم تكون واضحه، ما تكونش عايمه، وتكون تستبل وبتتكتب على شكل ستوري سيناريو. تمام. وبيقول لي ان الريكويرمنت بتكون يعني بتتعامل عليها، بتكون فاليديشن اكتر منها ديفكتد تيست. ماشي. ماشي. بعد كده في حته السيناريو بقى، بيقول لي ايه سيناريو تيستنج؟ بيقول لي ان السيستم بتاعي بيتعمل على هيئه سيناريو. طب ايه هو سيناريو عشان الناس اللي مثلا ما تكونش عارفاه؟ السيناريو هو عباره ان انا ببتدي احكي له حكايه، هو السيستم دوت بيعمل ايه، بيشتغل ازاي، بيقدم ايه، وهكذا. طيب، بيقول لي ان السيناريو تيست دوت هو ابروتش للريليز، وبيعمل تيست على السيناريو كامل، وبيقول لي ان السيناريو لازم يكون ريلاستيك، يبقى السيناريو بتاعي لازم يكون ريلاستيك، وان اليوزر يقدر يشتغل عليه ويفهمه. بيقول لي برضو ان انا لو استخدمت السيناريو بتاعي كجزء من عمليه الريكويرمنت انجينيرنج بروسيس، بقدر ان انا اعمل لها ريوز كتستنج سيناريو. تمام. ماشي. نيجي بعد كده على البرفورمانس. بيقول لي ايه بقى في البرفورمانس؟ ببتدي اشوف في التست من جوه وانا بعمله، بتاكد من البرفورمانس بتاعها. يعني مثلا لو انا جيت وعملت انترابشن كتير، ايه اللي هيحصل؟ طب لو انا عملت unexpected event، اشوف هيهنج هيفيل، الحاجات ديت ايه اللي هيحصل؟ لازم اتاكد مثلا ان لما السيستم يحصل له فيل، اخلي بالي ان ما يحصلش data corruption او lose of user service. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي واقف بسحب فلوس مثلا من المكنه اللي هي الاي تي ام، وببتدي دخلت الكارت بتاعي عايزه يعني هي بتبقى ايه، انا دخلت الكارت بتاعي وبسحب فلوس، فدلوقتي مش فاكره هي حصلت معايا قبل كده، بس مش فاكره الموقف بالظبط. يعني اللي هو انا مثلا حطيت الكارت بتاعي وبسحب فلوس، فالكارت وقع جوه
وما خرجتليش الفلوس، هل كده اتسجل عندهم ان انا خدت الفلوس ولا ما خدتش؟ لا، هو بيبتدي بقى يتسجل ان لا الفلوس ما انسحبتش، ولا ان الكارت وقع، وهكذا. مش يعني اللي هي دي حته اليوز اوف يوزر ايه سيرفيس، اللي هي ما يحصلش لخبطه لو حصلت مشكله يعني. ماشي ماشي. في حاله الاستريس تيستنج بقى، في حاجه اسمها الاستريس تيستنج، احنا عارفينها كلها، عارفينها كلنا بنمر بيها، اللي هي ايه مثلا، في حته مثلا الموقع بتاعت وزاره التربيه والتعليم، لما اجي اطلع لما اجي اطلع النتيجه بتاعت الثانويه العامه، بيبتدي الناس تخش كلها على الموقع، فبالتالي الموقع تلاقيه وقع منك، مش عايز يشتغل، بايظ. ففي الحاله دي بنقول الموقع وقع ليه، لان حصل عليه ستريس جامد، والناس اللي كانت بتعمله ما عملوش التيست دوت عليه، اللي هو الستريس تيستنج، فبالتالي هو بايظ، لان هم اصلا ما عرفوش ان في مشكله في الحته ديت. فبالتالي ايه هو الستريس تيستنج؟ هو بيتعمل عشان خاطر اواجه الابنورمال سيتويشن، اللي هي المواقف مش طبيعيه. ماشي اوكي. طب لما هيحصل له فيل بقى في حتة البرفورمانس ديت، لما هيحصل له فيل هياخد وقت قد ايه عشان يقدر يرجع يشتغل تاني؟ يعني كل دي حاجات لازم ابقى عارفها. طيب بعد كده في الريكفري تيستنج بيقول لي ايه الريكفري، ايه هو يعني مثلا انا دلوقتي بعمل بروسيس معينة، ده احنا قلنا مثال غلط، ما علينا ما علينا. في الريكفري تيستنج يعني مثلا عملت بروسيس معينة والسيستم قام واقع فجأة، هل البروسيس اللي كنت بعملها دي باظت ولا لأ؟ لازم اعمل حسابي يكون بيعمل باك اب على طول لآخر حاجة كانت بتحصل. طيب في حالة دلوقتي هو وقع، حرق. طب دلوقتي هو وقع، انا دلوقتي عايز اعرف هل هيقوم في قد ايه، هياخد وقت قد ايه عبال ما يقوم. طيب في حالتين لما بيجي يعملوا ريكفري، اول حالة ان هو يعمل ريكفري اوتوماتيك لنفسه، وفي حاله بقى ان هو بيحتاج الهيومن، ان واحد يجي يعمل له ريكفري. طيب في حاله ان هو بيعمل ريكفري لوحده، هيبتدي يعمل كام خطوه؟ 1 2 3 4 5، خمس خطوات. اول حاجه رينيشاليزيشن، وبيبتدي بعد كده يعمل تشيكنج للبوينت، وبعد كده بيبتدي يعمل داتا ريكفري، بعد كده بيعمل ريستارت، بعد كده بيعمل ايفالويت فور كوركتنس. تمام، دي خطوه ان هو يعمل ريكفري اوتوماتيك مع نفسه. طب لو حاجه بقى ان هو محتاج انسان، فيبتدي يعمل ايه؟ هلجأ لحاجه اسمها ام تي تي ار، اللي هي ايه، مين تايم تو ريبير. ماشي، فبيبتدي فيها بقى يحدد هل الوقت اللي هيحتاجه عشان يعمل ريبير في حدود الحدود المقبوله ولا لا. ماشي. طيب السكيورتي بقى، السكيورتي دي انا هنا بقى بيبتدي، لا سوري ناسفه معلش. سكيورتي تيستنج جميله قوي دي، بحبها. سكيورتي بقى بيقول لي ايه، من الحاجات اللي بتتم جوه الريليز، بيبتدي يشوف السكيورتي الخاصه بكل سيستم. مثلا عندي البنوك بتبقى الداتا بتاعتها سنسيتيف، فهل السيستم دوت بيكون سهل اختراقه او ان هو يتسرق ولا لا؟ القاعده بتقول ان مفيش سيستم بيكون سيكيور 100%، لا، لكن بشوف الوقت والكوست اللي انا اقدر اعملهم للشخص اللي هو بيعمل هاك مثلا على السيستم بتاعي، بحيث تكون القيمه اللي هيطلع بيها اقل من قيمه المعلومه اللي هياخدها. يعني ايه؟ يعني الكلام اللي انا بقوله ده يعني ايه؟ مثلا هيصرف اضعاف اللي هياخده من الداتا. ماشي، يعني انا ببتدي اعمل حاجتين، الكوست والوقت بتاعي اللي هيستغرقه عشان يعمل هاك على السيستم. ماشي، نيجي بعد كده في التستنج دوكيومنتيشن، ببتدي ان انا خلصت خلاص بقى المراحل التست اللي انا مريت عليها دي، ببتدي اعمل دوكيومنتيشن، بكتب فيها كل مرحله انا عملت فيها ايه وايه اللي مريت بيه وهكذا بقى. ماشي، دي شويه كويتشن كده بتبقى موجودة في التست دوكيومنتيشن، عدوا عليها كده سريع. هيتكلم عن اخر حاجة بقى اللي هي اليوزر، لا 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 ثواني، هي ايه، احنا عدينا ثوانية، عدينا على الاكسبتنس تيستنج، بعد كده دخلنا على اليوزر. ماشي، فالاكسبتنس تيست بيقول لي ايه، هي من الاول خالص الستيك هولدر او اليوزر اللي طالب السيستم بيبتدي يشوف هل السيستم ده اللي هو عايزه ولا لا، هل السيستم اللي محتاجه شغال زي ما انا عايز ولا لا، وبنزله ويبتدي بقى على هذا الاساس بيشوف هل هو جاهز ان هو يبقى ريدي ان هو ينزل ولا لا. ماشي، دي رجع بقى لحته اللي هي اليوزر تيستنج، بيقول لي فيها ايه، اليوزر تيستنج بتتقسم على مرحلتين،
مرحلة اسمها ألفا ومرحلة اسمها بيتا. نتكلم كده سريعا على الألفا، بيقول لي ايه؟ بيقول ان الألفا بيكون الديفلوبر مع اليوزر. يعني ايه؟ ببتدي اجيب الموظفين اللي شغالين على السيستم، بخليهم يشتغلوا عليه تحت عين الديفلوبر، يشوف يعني بيبقى شايف هو شغال ازاي، وبيبتدي لو ظهرت اي مشاكل الديفلوبر بيبتدي يكتب ريبورت وهكذا بقى عشان يصلح الحاجات اللي هي ايه شافها بايظه. ماشي. طيب، طب البيتا بقى؟ البيتا لا، البيتا مفيش حد بيقف على اليوزر. يعني دلوقتي خلاص انا خدت السيستم بتاعي، ببتدي اعمل له حاجه مؤقته كده، اصدار مؤقت مثلا، الناس تبتدي تشتغل عليه. اليوزر هيبتدي بقى مع نفسه يشتغل عليه، مش مع حد، يعني محدش يبقى واقف وراه او بص هو بيشتغل ازاي، لا شغال مع نفسه زي الواتساب كده مثلا. لما نزل الناس ابتدت تشتغل عليه، بعد كده كل شويه تعمل له ابديت، حاجات تنزل جديده، فيتشرز وهكذا. ازاي بقى الفيتشرز دي بتحصل؟ الحاجات الجديده اللي هي بتنزل ازاي؟ ان مثلا انا يوزر دلوقتي دخلت وبستخدم الواتساب، فببتدي بقى ايه، في حاجه لا هنا ما عجبتنيش، طب انا لما عملت ارسال لكذا حصلت مشكله كذا، فلا انا هبتدي اعمل ريبورت واقول له ان حصل مشكله في كذا وكذا وكذا. فيبتدي بعد كده بقى الديفلوبر لما يشوفوا الريبورت دوت بيبتدوا يعملوا فيرجن جديده فيها تصليح للاخطاء اللي اليوزر قال عليها. ماشي. يبقى عرفنا الفرق بين الالفا والبيتا. البيتا ما فيش ديفلوبر بيبقى موجود مع اليوزر، لكن انا قلت ايه، البيتا لما بيكونش فيه ديفلوبر، الالفا بيكون فيه ديفلوبر واقف مع اليوزر. ماشي كده الجزء ده خلص. اراكم في المحاضرة الجاية. يلا باي.